نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مقرها بالقاهرة المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي. أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته باستضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي الثامن في الهيئة الإنجيلية بمصر. يذكر أن منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية يجمع مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من 17 دولة عربية وأجنبية. والحوار العربي الأوروبي مؤسس أساساً على الشبكة العربية للحوار، والشبكة العربية للحوار هي شبكة بتضم أكثر من 25 منظمة مجتمع مدني عربية تعمل على مستوى المنطقة العربية. مع شركائنا الأوروبيين بدأنا هذه الجولات، الجولة التاملة إحنا بنناقش دور الدين في المجتمع، ومهم الأوروبيين يسمعوا مننا وإحنا نسمع منهم، لأنه جزء من المشكلة اللي بتواجه العالم اليوم الصور النمطية المغلوطة. أنا شايف أن الحوار له أهمية كبيرة جدا، لأن دلوقتي مع الاختلافات الكبيرة جدا في المجتمعات ومع الحاجات اللي بتطلع على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتير منها بيكون مش بيشجع على الاختلافات وعلى التفاهم الاختلافات دي، بنشوف ان الحوار دي حاجة مهمة جدا تكون بتقرب الناس وبتجمعهم في ظل الظروف دي. الجزء الآخر اللي حابة أتكلم عنه هو المجتمع المدني وأهميته، وبيقول إنه هنا في الهيئة القبطية إحنا لنا برامج كتيرة مع هيئات كتيرة ومجتمعات مدنية منهم الهيئة القبطية، والمجتمع المدني مهم جدا لأنه بيشوف إزاي يقدر يواجه التحديات اللي بتكون حاصلة سواء بدعم مادي أو سواء بدعم يكون في بناء للشخصيات إنهم يكونوا أكثر استدامة.